ازيك؟ عاملة ايه؟ ايه معلش الأخبار؟ ايه انا لسه جايه من بره ولقيتك صحيح لايف. النهارده؟ صحيح النهارده؟ ما صحيح انا كنت النهارده لسه على جايه من طول؟ بره بقى. بلا السلامة، ايه الأخبار؟ الله يسلمك، عامل ايه؟ كله جميل، كله جميل. كله انا حلو. بس عايزه قبل ما نبدا بقى اي كلام، انا عايزه اقول لهم حاجه. معلش يا دكتور، وريهم تحليل الكالسيوم بتاعي. الكالسيوم يا ستي، تحليل كالسيوم. كالسيوم ايه اللي منه ده؟ احنا هنصدق شوية الجبس ده؟ ما هي لا كالسيوم. لا 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 لا، عشان بس لا الناس هو ايه معترضة اللي ان اللبن، انا واحدة طبعا. مبطلة لبن من 2016 بصوا بقى لها كام سنة؟ كام سنة؟ سبع ولا سنين، ثمان سنين، منتجات. سبع ده انا ما سنين. اكلتش الجبنة غير بعد ما رحت لك، يعني انا من بجد؟ 2016 ما باكلش جبنات نهائي. يعني انت منع اصلا كل ما هو عليه كلمة كل لبن. حاجة ليها علاقة باللبن انا منعها تماما اصلا. اصلا من طب وايه 2016 يا اللي دكتور. صالحت الجبن المطبوخة معايا والقشطة معاك معايا؟ حلو بس، قوي، حلو قوي. والمربى معاك، لان برضو كنت مالع المربى بارك والسكر. الله فيك وفي مربتك يا ستي. ايه بقى اللي حصل؟ طلع ايه بقى؟ بالنسبه لي انا من 2016 مبطله الدنيا زي ما حكيت لك، خلاص كنت ده هتاكلني يومي سبع سنين، ده عسل يعني. جدا. وكانت حالتي الصحيه زي الفل. حلو قوي. انا عندي اصلا مشكله في الفقرات القطنيه، فما اقدرش العب رياضه بمده طويله ولازم تمارين معينه. انا كنت بقف العب زومبا بالساعتين والساعتين ونص، ما بحسش بوجع. بخلص انا قاعده مستنيه توجع، مفيش شد عضلي، مفيش. البيريد كانت بتيجي بانتظام، بدون الم، بدون وجع، بدون اي اعراض قبلها، مفيش اي حاجه. هي بتفاجئ انها موجوده. لحد من سنه بالظبط انا ابتديت اعك في حاجتين معينين او ثلاث حاجات بالظبط: العيش البلدي، الفول، لان انا كنت مانع العيش برضه، والفول والفراخ. دخلوا حياتي لمده 6 شهور، مرمطوني حلو قوي. بس. وجت قلت لك بقى بعدها، ومشينا على نظام الطيبات، وكل حاجه رجعت زي ما كانت الحمد لله. الحمد لله. طب والكالسيوم بتاعك طلع ايه بعد 7 سنين؟ مفيش جبنه، مفيش طالع كذا. مظبوط جدا، طالع النسبه 9.6 تقريبا، انا لا بعتها لحضرتك على فيتامين الواتس. بي بتاعك، عظمك عامل ايه دلوقتي؟ هو ده. كويس زي الفل. اليوم بقى اللي بقل ادبي فيه واعك على كذا غنونه قد كده، لازم الصبح اقوم متمرمطه. حصل حصل. على فكرة يا جماعة، إسراء أصلا لما جيت ما كنتش عارف إنها إسراء، فاتخانقت معاها. بص، محمد ربيع بيقول لك إسراء من أكبر الداعمين. لا ده جات للعيادة اتخانقت معاها. ما هي ما عرفتش بقول له نفسها يا برضه، دكتور قالت اهدى لي يا دكتور، طب بالراحة يا دكتور، مفيش. تقول لي، أقول لها بس خلاص أنا بتكلم ما تتكلم يا ستي، وهي مستحملاني على فكرة. بص يا دكتور، يعني انا متفهمة عصبيتك، انت قلت لي الوحيدة اللي ما بتزعلش من عصبيتي. انا ببقى عارفة ان ده خوف على اللي قدامك، وعارفة ومتخيلة الضغط اللي حضرتك فيه شكله عامل ازاي. لا ما هو خلي بالك كمان، ايه افهمي بس. لا اصل انا بدا يتردد نغمات من حواليا. في ناس بتقول كلام شبه الكلام بتاعي دلوقتي. دي حقيقة. فانت لما جيتي انت ما فسرتليش ان انت منعك، مش ده منع، ده انت منع كل حاجه يا جماعه. تقريبا يعني لما انا جيت كنت برضه عايشة على قلت الفاكهة لك، والسمك فقط لا غير. ما هو ده تهريج برضه يعني. فاكهه وسمك، ده جسمك محروم من حاجات كتيره مهمه. ياما انا كل اللي كنت بقوله للناس ايه، الحاجة الوحيدة الحية حياة كاملة جوه عندك في المطبخ هي الرز والقمح، ما عندكش حاجة تانية دي حتى. حقيقة، دي حقيقة يعني يا دكتور. حتى التفاح مثلا حياته في البذرة اللي جوه انا ما باكلهاش، بالظبط. الجوافة في البذرة وانا ما باكلهاش، التمر في اللحم بتاعه والنوى هو اللي فيه الحياة وانا ما باكلهاش. دي عشان حقيقة، كده هم بره ما جم يفكروا بره الصندوق عكس الدنيا، عكس اللي الدنيا. هي ايه بقى؟ خد بذور مانجا افريقي، خد بذور شيا. طب ما انت بتدور بالظبط. على الروح والحياه، طب هي تحت رجليك اصلا في شويه الرز وشويه ما احنا مش القمح. هنعترف بقى يا دكتور ان احنا اللي خربناها، احنا مش هنعترف ان احنا اللي ما هو بوظناها واحنا اللي هيلف عملنا في اللفه الناس من كده. بره. ما هو بيلف من دلوقتي ما في واحده بره. ردت عليا بتقول لي مره، هو حضرتك منع الخضار اللي هو الجرين ليفي، اللي هم بقى الخس والجرجير والزبيب اللون الاخضر. والقرف ده يعني. فبتقول لي حضرتك، ما امال هاخد الياف منين؟ ما هو انت حضرتك لو كلتي القمح على بعضها والرز على بعضها، حاجات انت مش محتاجه من انا بره مدخله الياف. جنين قمح على فكره في النظام يا دكتور، حلو وباخده قوي، اول حاجه باكلها الصبح، حلو اول قوي، حاجه بحطها بعد صيامي هو جنين حلو القمح. قوي، حلو فانا قوي. وده باخد البروتين البروتين اللي وكل اللي جسمي محتاجه، وطول ما الجهاز الهضمي نظيف، شعرك الامتصاص اتحسن بتاعك ولا نظيف. حصل فيه ايه؟ الايه؟ شعرك حصل فيه شعري حاجه اهو. ولا؟ انت شايف ايه بقى يا دكتور؟ انت كنت لا شايفه المره اللي فاتت.
مش لازم تاثيري يظهر، اصل كل ما حد يكلمني يقول لي هو ده كيتو، يا عم كيتو انا باكلك لا مش كيتو يا جماعه، هو ما يعتبرش كيتو. لا انا باكل رز وعيش وباكل سكر وش يا دكتور انت بص، انا اول اسبوع انا اكلت كيلو مربى وكيلو قشطه في يومين، يا جماعه واحده محرومه. دينا ماشي على النظام، عيب كده ما تقولوليش بقى بتاكل سكر وبتاكل مربى وبتاكل بسبوسه، عيب. وخسيت انا بعد اسبوعين خسيت، وكلمت حضرتك قلت لك انا مش مصدقه، انت بطلت لان كنت باكل كميه اكل رهيبه. انت بطلت البيض اصلا؟ انا اصلا البيت كده كده كنت مبطلاه، انا نظاما بالنسبه لي عملت اضافه على حياتي. قلت لهم في اللايف لو كان اسمه حاجه تانية لا كان كان بقى اسمه اسراء كان احسن. مرحمنا الصراحه يعني ايه كان يبقى اسمه اسراء احسن. طب انت لا يا جماعه انا عايزه بس اقول لهم تحليل الكالسيوم. بص يا دكتور التحليل اهو عشان بس ما حدش ينطق بعد كده، مش عارفه باينه ولا لا. مفيش واضحه؟ استني كده قربي كده. هو كان كالسيوم وايه؟ كان تحت الكالسيوم ده كالسيوم وفيتامين دي، كالسيوم توتال وايونايزد وفيتامين دي. باين؟ باين 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 يا بابا باين. خلاص تمام. ودي فيتامين دي 74 ده؟ 74 صح؟ فيتامين دي انا لما خدت الحقنه اللي حضرتك كتبتها لي وصل معايا 114، وبالنسبه لي الليفل ده كان مريحني جدا جدا. النفسيه زي الفل، الحرق ممتاز، العظم في منتهى، كل حاجه كانت زي الفل. هو هرمون وهو اكزوستد. بص يعني احنا هم ما جم زمان يفسروا بقى اللي هم كانوا بيخشوا بيتكلموا في الغذاء يقول لك انت عندك كورتيزونك قليل. لا هو مش كورتيزونك اللي قليل، هو كورتيزونك مش شغال كويس، لان مش شغال كويس بالظبط. بالظبط كده. وعشان انت محتاج كبد نظيف ومحتاج غده كسليه كويسه، وده بالزبط. عندك كله ده مستحيل، كل ده مستحيل فعلا. لكن النهارده يا دكتور بص، فيتامين دي انا بحس ان انت كانك بتدي الخليه حياه، بتديها اكسجين، بتديها نفس، الجسم كله بيتحول تماما. يعني انا حتى نسبه 75، المفروض بقى الدكتور بتاع التحليل بيقول لي ايه؟ بيقول لي كده تمام قوي يا دكتور. بصيت له كده في السرير قلت له عايز اقول له بس يهبل يلا من هنا. ما شافش 75 اتكل على الله. ما شافش اللي فات. بالظبط، هو ما يعرفش. فانا سكت ما رضيتش قوي واجادل بقى معاه في حاجه. لا الحمد لله حلو. أيوة فانا جبت الحقنه تاني. محمد عشماوي دايما بيقول حصل لك ضبط مصنع، هي الكلمه صح. بالظبط فعلا، انا رجعت للديفولت فعلا. اول ما وصل عندي 114 انا فعلا رجعت يوم للديفولت. يوم ما كنت جايه كنت معاكي باهر. معاكي باهر. ايوه لا باهر بقى كان عنده شكوى تانية عنيفه باهر. يعني طب بصوا باهر عنده مرض محدش عارف. انا بالنسبه لاسراء كنت بدلها مسموح، يعني اسراء ما كنتش بمنع عنها جديد. انا كنت هي اوريدي اسراء منع. اسراء جايه لك منع كل حاجه، قافله ضبه ومفتاح وعايشه على الفراخ لا مش الفراخ، انا عايشه على الفاكهه والسمك بس والارانب. ما كنتيش بتاكلي فراخ برضو؟ لا لا لا، الفراخ دي دخلتها في سنه 22 ست شهور، هي والفول والعيش البلدي. اتدمرت. ده نلت النيله بقى، ده زدت بس كل حاجه بدات تتغير. بس انا اللي اديته لك مسموح زياده كنت انت مش عمرك ما هتسمحيه. عمري ده. عمري انا كنت باكله وانا مرعوبه بس اتقدم فيه. استني بس، انا كان معايا ناس بيتعالجوا من فايبروميالجيا. والفايبروميالجيا ده اصلا مشكلته اميون انفلاماتوري، يعني هو مرض مناعي التهابي، فاهمه؟ ومش مفهوم له حاجه، يعني هم ما بيمسكوش بايديهم حتى جسم مضاد، بس ستيل في اعراض، خلل في جهاز المناعه. ما عندك عامل لك الاعراض دول. لما كانوا بييجوا يتكلموا معايا واقول لهم كل مربى وكل سكر ابيض يقول لي ازاي السكر بيزود الالتهاب، هو لسه كان في قناعه في هذا الموضوع. انا عايز دايما ااكد عليه، ما تخافش من اللي بيدوب في الميه دايما. بس بالظبط. يعني اللي بيدوب في حتى في الفيتامينز، هما بيخوفوك من فيتامين دي وما تاخدوش وبتخاف. بص يا دكتور بدون قطع كلام يا جماعه، ده دواء مصري بتاع ب 15 جنيه اسمها دي كابرينو. دي كويسه ما اتضربتش. دي كابرينو دي ممتاز. انا هجيب واحده ثانيه يا دكتور هاخدها عشان يرفع بقى معايا مره واحده ال 100 وابدا امشي على سانسو دي 3 10,000. توكلي على الله، الله المستعان. بدون قطع كلامك بقى يا دكتور، اضافه كمان، انا حد من الناس من 2016 لحد 22 انا كنت باكل سكريات لان انا بحب الحلويات جدا، بس باكلها بطريقه مقننه، يعني مرتين ثلاثه في الشهر، مش كل يوم ومش وقت ما انا عايزه. ورغم كده انا ما تعبتش. كان بيجي عليا ايام شبه عندي هايبوجلاسيميا، هموت على سكريات. انا حرفيا من اول اليوم لاخره باكل شوكولاته بس،
ما بتخنش، ما بتعبش، هضمي زي اليومين الفل. دول دول اليومين دول ما بقولك بقى، انا لما جيت عكيت، عكيت في ايه؟ اللي تعبني مش السكر، اللي تعبني العيش والفول ايوه والفراخ، لكن السكريات ما تعبتنيش. فده اللي خلاني لما شفتك وانت بتقول سكر، لا الراجل ده كده انا رايحاله، انا لازم اروح باهر. قول احكي لنا على باهر. باهر الباهر بقى. كان بالنسبه لي حاجه اميزنج يعني، طبعا يعني لو رميها لك انا حددت في دماغه، يعني حددت في طبعا اصراره ان هو طبعا مسافر. باهر عنده بقاله 5 سنين بيعاني من مرض ما حدش عارف ده ايه. الدكتوره بتاعته قالت له انت عندك مرض انون باللفظ كده وملوش علاج، وكتبت له على حقن بتاعت روماتويد تقريبا، امبريل تقريبا لو انا فاكره الاسم صح. المفروض ان هو كان بياخده مره كل اسبوع، تحاليل باهر طول الوقت زي الفل، تحاليل مناعيه سليمه، الروماتويد فاكتور سليم، مفيش اي حاجه غير الاي اس ار والسي ار بي هم اللي عالي، تحاليل الالتهابات او دلالات الالتهابات اللي عالي. بيموت حرفيا، جسمه عظمه بدا يتاكل. انت شفت مفصل الرز اللي عنده عنده كان عامل التهاب ازاي يوميها الاكولي في مفصل من المعصم. مفصل اليد بالظبط كده، ده غير التهابات في كل الغضاريف بالمفاصل لا فعلا حرفيا. بس دي كانت دوكيومنتد باشعه، كان عنده تاكل في مفصل بالظبط الايد ودايما بالظبط ماشي بدعامه، يعني ده ماشي حقيقي. دايما هو دعامه في ايديه. والألم مستمر، احنا هو عايشين بألم كان 24 بيلعب ساعة. حاجه، هو صح كان بيلعب حاجه. كان بيلعب عادي في البيت شوية سويدي كده بالدامبلز وبتاع، يعني مش بيروح جيم بس الرياضة العادية يعني شوية تمارين. طبعا مع ايده ما كانش قادر يعمل معاها اي حاجة، والايد اليمين طبعا طول الوقت، العينين حتى عينيه، عيني الغشاء بتاع عينيه ملتهب، عينيه على طول وجعاه، كل حتة فيه حرفيا وجعاه. يوم ما جينا انا وباهر، كان باهر واخد الحقنة الامبرال دي قبل يعني الاسبوع اللي احنا كنا فيه عندك. 3 ايام التزم بالنظام بتاعك، 3 ايام حرفيا وجع ايده اليمين اللي فيها التآكل اختفى تماما. هو نفسه بقى بيقول لي انا مش مصدق، يعني انا كنت متخيل ان ركبتي رقبتي ظهري دي اول حاجات هتروح الوجع، لكن ايدي اول حاجه، ما كانش فعلا مصدق. وانا كنت فضلنا على يوميها النظام. بتكلم معاه على الموضوع ده لو تفتكري، كان يوم ما كان عندي وقلت له لا بس التزم وانت مش هتكمل اسبوع وانت الالم فعلا في ايديك ده هيروح. 3 ايام اسبوع بالظبط بقى كان كل الالام اختفت. بقول لك باهر ايه، ده انت كان وشه سالتها سؤال منور بس لا عيني. في حاجه احنا فوتناها، هرمونال يا بابا، انت هرمونال البيريود حصل فيها ايه؟ ما اوه تقوليش النظام اللي فات هو اللي جه عيني. بابا انا النظام بتاعي ما فيش هيلثي غيره بعد كده، دي ما حقيقة، تقوليش اصل انا كنت مانعه وعامله وماليش فيه، انا دي قصتي حقيقة، مختلفه. دي حقيقة. عشان اقول أنا له لما بقى لما اصل برضه عكيت، في مأوحة ساعات بتحصل كده برضه في لا ذهن لا لا، أنت الواحد. عارف أنا بالذات ما ببقى وحش معاك يا دكتور. لا خش في أنا الدغري يا عارفة إن ابني، يعني أنا خش يا قشطة ابني في ومربى كنت الدغري. باكلهم وأنا خايفة، بس ثقة فيك لا أكلتهم. لا بس بص كانت سكر يعني مشيت ايد، انا سمحت لها بالزياده، انا منعت عنها جديد بس سمحت لها بالزياده، وحصل معاها ايه هرمونال، انا بتكلم هرمونال هرمونال. انت او انا عندك قلت لي البيريود هتيجي 4 ايام بدري، حرفيا 4 ايام بدري جت بدون اي اعراض خالص، بس وكان ده من بقى اسبوعين ده الكلام ده، بعد اسبوعين بالظبط يا دكتور التزام، اسبوعين التزام. بالظبط. يعني هم 12 يوم تظبطي على القصه دي عندك، حقيقة فعلا، ده اللي حصل. وبعد كده ظبطت بعد قلبي ده كده ظبطت خلاص، ومقاسات الجسم البيريود اللي تفرق، بعدها نفس الحكاية. ومقاسات الجسم هنا تفرق في الوسط بقى. في وسط انا اوريدي مليانه من تحت عن فوق. انا اللي اتفاجئت بيه ان انا بعد اسبوعين انا ما وزنتش، لان ما باخدش اوزان ولا باخد مقاسات، انا متابعه لبسي زي ما حضرتك قلت. انا كان عندي هدوم انا بلبسها وانا وزني 57 او 58 كيلو، بعد اسبوعين بالظبط الهدوم دي بقت بتخش فيا وعادي زي الفل، اللي هو يعني انا عايز اطلع من التليفون انط اجي لك اقول لك انت بتعمل كده ازاي. هو ده الكلام، هو ده الكلام، هو لا ده لا لا، الكلام. انا نفسيا اختلفت وهدي عن الاول كتير، ما بتعصبش ما بتنرفز، المواضيع بالنسبه لي رايقه، الدنيا بيس، عارفه اللي هي الحياه بقت بامبي، كله بامبي. حلوة أوي أوي أوي، باهر دعاية غير ما شاء الله عادية. عليه بقى، باهر حتى باهر ده شخص اصلا نيجاتيف بطبعه أيوة تعبني وجيها جدا جدا. يا ابني هتخفي. تعبك يا دكتور، ده انا بقالي 4 سنين بحارب مع انا باهر. زعقت فيه يا ابني هتخف، ولو انا زعقت معاك انت قلت لي هو مرهق، قلت لي باهر ارجوك باهر دي يوري حقيقة، وبتاع وبالراحه عليه. قلت لك مش هيستحمل هو الزعيق ده. هو جه معايا طريق، جه معايا سكه الصراحه، يعني انا هو لان انا بدات اتعصب هو جه سكه قال لي
هيتظبط، قال لي قلت له هيتظبط، قال لي خلاص فعلا. امين هظبط. على فكرة باهر ملتزم عني كمان، باهر ملتزم بطريقة مش طبيعية. حلو يعني قوي. احنا في الشغل بيبقى فيه اغراءات كتير قوي في الاكل، وده استحالة مهما نحاول معاه ما بيحاولش يغلط. وفعلا قعد شهر ونص يا دكتور مش محتاج الحقنة تماما بعد وقفت ما كان فيتامين ب ب عشان الناس بتسأل على ب، اصل ب ده انا بوقفه الناس بوقفت كلها فيتامين دي ب. قبل ما اروح لك بثلاث ايام، انا صارفه في الصيدليه بتاع حوالي 850 جنيه فيتامينات كولكشن بقى، مش فاهم، بي انا مش 12 فاهم. على اوميجا 3 على كوينزايم كيو 10 حاجات بقى بالعبيط، وقال كارنتين كمان، كل ده الكيس زي ما هو، الحمد عايز اشوف لله. حد اللي طلعه له. لا ما هو ما بصي، انت دلوقتي ماشيه الهيلثي وانت بتكسبي صحتك ببلاش، هو لازم تشتري جدا حاجه. جدا ما بشتريش خلاص، انا مش محتاجه اي فيتامينز، الحاجه الوحيده اللي بشتريها هو الفيتامين ده، غير كده لا. لانه وانا هرمون وقفت برضه، شهرين انا عايز نقول الحق، هنقول الحق عشان ده نطلعه بره الموضوع. فيتامين ايه والدي والاي والكي، جسمك محروم من اجزاء كتير منه. تمام. معنى دي انا بهتم بيه اصلا، عشان دي انا ما بعتبروش فيتامين، فيتامين هرمون يعني نقصه وارتفاعه عادي. كأنه خلل هرموني. لا ده خلل هرموني فعلا. يعني احنا عندنا حالات اديسون وحالات هايبوثايرويد غده درقيه بتتحسن مع فيتامين دي وبس. حاجة كمان بس يا دكتورة أقولها، أنا باخد فيتامين دي من قبل ما أروح لدكتور ضياء بحوالي 4 شهور، كنت باخد 50,000 وحدة في اليوم و40,000 وحدة في اليوم، عشان بس الدكاترة اللي بتكتب ب5,000 و10,000 إحنا كده في اللولة ما بنعملش حاجة، باي لا باي أنت ما اصل بتاخدش خلي حاجة. بالك، امتصاص امعاء سعادتك هو اصلا معروف من 3 ل 6%. يعني انا لو بديك 10,000، لو دخل لك 300 اصلا في الدم كده كده كويس يعني. وانت فيتامين دي عندك ناقص مش النهارده يا بيه، انت ده عندك من ناقص زمان، وانت طفل صغير، طفل دي صغير حقيقة. على بس. فكرة يا دكتور انا بدي ابني فيتامين دي، بدي له ما كل انا يوم عارف، 5,000 واحد قلقانة انا منه. عارف. هو فارس اسمه، فارس كريم كريم، اللي خالف الميه اتدلقت عليه. ايوه، الاندومي، الاندومي لسعته. بتاعت الاندومي. اكل اندومي من ورايا، اتصل بيا قال لي قولي للدكتور يعني يشيل اللعنة دي عندي. ومش هعمل كده تاني. بص انا عايز بس اقول كلمه على الاوميجا 3، عشان اتفضل. في واحده شيماء عبده بتسال الاوميجا 3. هو الاوميجا 3 انا هتكلم عشان خاطر برضو اسراء كيميائيه يا جماعه، عشان تبقوا انتوا فاهمين الموضوع يعني، ف هتتابع معايا وانا بتكلم. الاوميجا 3 ده نوع من انواع الفاتي اسيد، وكلمه فاتي اسيد هي اسمها فاتي عشان هتمسح تكون فات، لكن هي اسيد اصلا عاديه، اورجانيك اسيد عادي خالص، كربونات ماسكه في بعضها في الاخر كربوكسيل جروب سي او او اتش. هم اقترحوا اقتراح ان كل ما الفاتي اسيد يبقى فيه دبل بوند كده، يعني مش مشبع زي ما بيقولوا، هيبقى احسن لك في ترسب الكوليسترول. ده انا اصلا مش معترف بالحوار ده خالص يعني، اصلا يعني كده كده جسمك هيلعب مع الفاتي اسيد ده لعبته العاديه، وهيكسره وهيحرقه بيتا اوكسيديشن عادي زي التاني، ما عنديش فيها مشكله ولا ليه علاقه بتصلب الشرايين. حتى قياسات الترايجلسرايد يا اسراء، انا قلت بره المعلومه دي وبحب اكررها عشان في ناس بيسالوني عليها، اما هو بيخس وبيكسر الترايجلسرايدز بيطلع الجليسرول بتاع المعمل، هو ده اللي لما بيجي يقيس الترايجلسرايدز هو ما بيعرفش يقيسها، فبيقيس بيقيس جليسرول. الجليسرول. فالجليسرول طول ما انا بتاعي عالي انا بحرق دهون دلوقتي، فهو مش عارف يفرق دي دهون سلاف، فعشان كده القرايه دي غلط اصلا، هم دي هاي حاطينها بيقنعوا بيها نفسهم، لكن دي مش صح. انا ال دي ال يخصني بعد 3 شهور يرجع للنورمال ليفلز تحت ال 100 وفانكشننج. هو بالنسبه لي والله زي يا دكتور. بص الكوليسترول. انا تحاليلي ما باظتش، يعني طول عمري تحاليلي مظبوطه، بسم الله. لان من 2016 دي فتره كبيره ما باظتش حرفيا، غير لما دخلت البقوليات والجبنه القريش. عايزه اقول لك بقى، انا قبل ما اروح لك بثلاث اربع شهور كنت واكله جبنه قريش، عليك. وكان يوم اسود حقيقي وانا حرفيا. هسال سؤال بس بجد، هي الجبنه القريش دي مش بتزور؟ اصل انا عمري ما انا ما اكلتها غير بعرفش لما كبرت. ابلعها فعلا، انا مش بعرف، انا بضطر احط يعني لها مش حاجات لازم. يا عادي. بصي هما الناس برضو مخها مش عارف هو فين يعني. هو جايب الجبنه دي مع دومة الدسم عشان يحط عليها زيت زيتون وزيت في البيت، ما تفهميش ليه؟
يعني وخضار انا بقى معدوم في وحاجات شبه. معدوم في الملح عشان يحط عليها ملح وفلفل في البيت، بالظبط معدوم في الطعم فيحط عليها طماطم وخيار. يا عم حقيقة ارحم وخيار. امي لاجل جاه النبي. كنا بره وحطوا لنا طبق مخلل يا دكتور، فكل اللي موجودين اسراء ده مسموحات ولا ممنوعات؟ قلت لهم لا ده ممدوحات عشان في جزر شيلوه من لا هنا. الجزر، لا الجزر ده مش اكلنا والله، والله ما اكلنا وحياة لا ربنا لا يبارك فيك. والله بقول لك على العظيم حاجه، مين يا انا دكتور؟ كنت عايز اعمل لايف، اروح اشتري شويه خضار اللي هو الورق، يعني مثلا جرجير وبقدونس والحاجات دي، واجيب مثلا ايه، انا عندي كام بيضه في الثلاجه فاعرف اعملها دي، لكن كنت عايز اجيب شويه خضار واجيب كام جزرايه وبتاع واخدهم اعمل عليهم لايف في البيت على الخلاط، عارف يا دكتور احنا بقينا نعمل يعني ايه انا وباهر؟ الف الخلاط عليهم اشوف مع شويه ميه ممكن يطلع الخلطه عامله ازاي. ده بافتراض ان اسنانك مع معدتك اكنهم هم سلاح الخلاط، الخلاط وانا هضرب الطريقه واجيبها بالظبط كده. وهطلعه ونشوف ايه اللي هيطلع الكوكتيل ده. هل معدتك احنا هتعرف؟ بنعمل كده بقى في العيش، اما نيجي نجرب نوع توست جديد ايوه وقلقانين منه بقوم عامله نفس التجربه اللي انت عملتها دي، بقوم حاطه وخلاط. لا 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 مش خلاط، ده عيش بقى عادي انا بحطه خوري في الميه برطمان مش كوبايه. وعليه خل وبسيبه اشوف دنيته هتمشي عامله ازاي. عجن انا خلاص ما كنتش في معدتي تاني، شاطر كلكع بس صح قلب فرافيت كده والدنيا مشيت خلاص باكل صح وانا مطمن. هو حاجه فيزيكال عاديه جربها وخلاص بس وانتهينا. ايه الموضوع؟ في واحده اسمها اماني النجدي بتقول لك اسراء بتندع عليكي مش عارف مين. اماني، اماني من المتابعين يا دكتور وكلمتني. في ناس ياما قوي متابعين النظام عندي. بتقول لك ايه فاماني بقى؟ من ضمن الصحاب يعني. يعني بتصبح يعني. بتمسي بس. حلو في حاجه تانية يا دكتور بقى بالنسبه لباهر، باهر اخذ الحقنه بعد شهر ونص بالظبط ومنتظم على النظام مكمل، يعني احنا قعدنا قبل نظامك بقول لك كنا ناخدها كل اسبوع مره، شهر ونص كاملين باهر مش محتاج الحقنه نهائي، الحمد لحد لله. ما بدا وجع ركبته مع السقعه اللي فاتت دي يزيد عليه شويه يتالم، وباهر مش حل ولا ما مستحمل اي حلش؟ وجع. حل ولا لا؟ لا هو ده ومغلبني الطارئ، ومطلع ده ما عيني، عملش حاجة، ده ده ما عملش حاجة. مغلبني، هو اخذ فيتامين دي هو منتظم عليه. بس هو اعتبره علاج وانتهينا، لكن هو ما فكرش يتعالج. بالظبط مش كده. مشكلة مش مشكلة مش مشكلة. لكن بقى طب يا رب يمشي معلش على خير. في حاجه بس انت مش عارفها عن باهر، بيخاف من الحقن. طب انا اللي هسحب لك العينات، بلاش ننزل ما انت ما المعمل. لا تعصبنيش بقى، بدل ما اشفطه دلوقتي في التليفون بقى، لا باهر بيخاف من الحقن، بلاش والله تعمليش كده، ده كبير وطويل يا والله بابا. ايه ما تقوليش ده كده اغمى عليه قبل كده والله عشان شاف الدم طالع في الحقنه في عيب السرنجه، يا بابا، يعني لك ان تتخيل. عيب يا قلبي، عيب يا قلبي بقى كبير كده وبيخاف من الحقن. ما تقوليش الكلام ده عيب، احنا مش كلام انا، سوق. هو انتوا انا رجاله، بتاعت انتوا الحقن اصلا يا رجاله دكتور. واكيد وقفت رجاله. بالظبط كده. صح مساء الفل عليك يا دكتور، صباح الورد يا وميرسي حبيبي، ميرسي صباح ميرسي، الورد. واول مره الفيسبوك يعمل حاجه عدله في حياته وانه عرفني عليك. ربنا يخليك يا قلبي، وانا ربنا اللي يخليك متشكر لي يا على دكتور. دعمك ومتشكر على وقفتك معانا. تستحق بس يا ده دكتور، لان انا جربت، انا من قبل ما اعرفك انا مجربه، فعارفه يعني ايه ما تحتاجش دواء، عارفه يعني ايه مناعتك تبقى كويسه وتقعد من 2016 في وسط الكورونا، لا اخدت ماسك ولا اخدت اي ادويه ولا حاولت اعمل اي حاجه، انا ماشيه على نظامي اللي انا متعوده عليه وما جاليش كورونا، لا انا ولا ابني. الحمد فانا لله بفضل ربنا. لما شفتك فعلا من داي وان انا عارفه ان حضرتك بتتكلم صح وبتتكلم في المظبوط وفي اللي يفيد الناس، فعشان كده انا بدافع عنك باستماته. لا خلي بالك من نفسك بقى، لا مش مشكله، هي اخرتها ايه يعني؟ موتة ولا اكتر؟ لا اكتر حضرتك، بالظبط كده. بس اكتر 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 بشوية، هم لو هيموتوا على طول هنرتاح والله يا دكتور، لكن اكتر بشوية. لكن هيبهدلونا ومع وفرج وبتاع فالدنيا توسع منهم قوي. خلي بالك اوعي عشان انت حلويتي كمان، حبيبي خلي بالك. يا دكتور ما نحرمش منك، يا رب تسلم تسلمي يا حبيبي. ربنا يخليك يا حبيبي، مش اشوفك سي على يا خير، دكتور، مش سي ربنا ان شاء يخليك الله، مستنيينك بقى في اسكندريه يا دكتور انت على ان خير شاء بامر الله الله ان شاء ان الله شاء يا الله قلبي، ان قريب شاء الله يا حبيبي، اشوف وشك على خير. مع باي باي يا السلامة. دكتور، باي، مع السلامه. حلو كده، سمعته بسطته. انت فين بتدافع عني وانا عارف ان فين وليد بتدعي لي؟ لا دافع عني يا وليد، ايه بتدعي لي؟
حضرتك انت قاعد مستخبي ولا ايه؟ هتقعد في جامعه النيلي بس؟